والفضل الله سبحانه وتعالى. مبروك لاتحاد الكوره مهندس هاني ابو ريده وجميع اعضاء مجلس الاداره، مبروك لاولادنا اللاعبين الرجاله طبعا، وعلى راسهم نجم مصر الاول محمد صلاح، ربنا يبارك فيه ويحفظه. نجم مصر النهارده فعلا نجم بكل المقاييس ما شاء الله، حاجه جميله جدا وعلى اعلى مستوى. مبروك لجمهور مصر العظيم، مبروك لجمهور مصر، مبروك لينا كلنا. الحمد لله يا ربنا انعم علينا بتأهل غاب فترة كبيرة جدا عن مصر. ما أعتقدش إن مصر تستاهل تغيب 28 سنة، أجيال ورا أجيال ورا كل الأجيال محترمة، وكل الأجيال ما شاء الله في الكورة وفي الموهبة وفي المهارة، لكن التوفيق وعدم التوفيق هو ده اللي كان فيصل. ما ينفعش الخطيب وحسن شحاتة ما وصلوش كأس عالم، ما ينفعش أبو تريكة ومتعب واخد بالك ما وصلوش كأس عالم، إنما هو التوفيق وعدم التوفيق. النهاردة الجيل ده الحمد لله فرحنا، جيل محترم ما فيش كلام، وإذا كان كله بيفرح كله بيفرح، ده اهداء لابو تريكه، اهداء لمتعب، اهداء للناس اللي تعبت وشهدت. حازم امام وعبد الستار صبري واحمد حسن نجوم، ففضل من الله النهارده الحمد لله، وربنا ما غسلش ال 120 الف اللي موجودين ولا ال 100 مليون اللي قدام التلفزيون. مصر تستاهل مكانتها على طول في كل 4 سنين المفروض مصر، لانها تملك التخطيط والنظام والقدرات والمواهب والمهاره. فالحمد لله والشكر لله، يعني اعتقد ان احنا يعني فرحه كبيره كنا منتظرينها وكنا مخططين ليها وكنا يعني بس الحكم يصفر وينهي المباراه. فالحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم اللعيب على رسوم النجم الكبير نجم مصر المحترم محمد صلاح، الانسان اللي كلنا بنحبه ونعشقه، مش عشان كسب مصر النهارده، عشان هو ابن مصر الحقيقي، لعب وجاهد وكافح واخلص، كلهم اخلصوا، كل الناس حتى برضه الجهاز الفني مستر كوبر برضه لازم نهنيه، الجهاز الفني باكمله عن جداره، فمنظومه كامله متكامله مش في الطريق السليم، وكان توفيق الله سبحانه وتعالى ثم الاسباب الملعب، والحمد لله وشكرا. لا تسالني على